أهلا وسهلا. واليوم عيد القديسة، وكلنا كل واحد منا قديس، كل واحد منا سينت سيج أند سينر. ومن كم يوم ما عندي ناس وقالوا منحب نشوف كيف بتغيب الشمس. قلت لهم إلى علم كيف هالشمس يلي هي شمس المعرفة بتقدر بهالثلاث صبيع هي عم بتغيب كيف تحطهم وتشوف هي عم بتغيب بتفوت فيك. ستشرق الشمس من المغيب. ومتى نروح؟ طيب رحنا عند الجامعة الأمريكية بلبنان هيك فيه. هي ما بقدر لكم شو شفت. شو هي؟ أراجيل وعجقة وبيعين أكل وخضرة وتياب وما بعرف شو يعني. صرت أقول شو هالدرس على أيامي ما كانت هيك. ما قدرت انزل من السيارة. قلت له ما فينا، بدنا مطرح الرمل تنمشي نكون حفيانين. وشفت وين صارت بيروت. يا حبيبتي شو هالبنايات، مثلك مثل الأشرفية. ولكن في ناس كنت مهزبة شوي. نتصور معك؟ لا لا. بس بعدين وقفني شاب، سيارات واقفة يعني، فتح الشباك وأنا وعطاني بخور وعطاني هالصورة. القديسة رفقة، القديسة رفقة من هون من لبنان، ويكرموها ولكن قد ما تكرموا القديسة وقد ما تكرموا أي قديس وأي ولي، مين أنت تتكرموا يعني؟ أنت أفهم منه؟ مين أنت تعطيني نوبل برايز؟ كلنا خلقنا نبلاء، وكلنا خلقنا قديسين، وكلنا خلقنا أولياء وأبعد، كلنا على صورة الله ومثاله في أجمل وأحسن تقويم. أنا أتيت لأنك أنت مسيح آخر، إيمانك شفيك الله. بس هيدي كلها ماركتينج. جان دارك كرمناها من بعد ما حرقناها، بعد 300 سنة عملناها قديسة. مين أنت ومين أنا تنكرم فلان وفلان؟ ألفريد نوبل شفته كيف مات. قال له أنا ما أعطيتكم هيك تتفجروا فيها الإمبليزرية وتعملوا هيك. قالوا له بط حقها سكوت، مات وملقط بالحديد، أنا ما عملت هالإمبليزرية تتقتلوا العالم. فينا نقتل هالكرة الأرضية 700 مرة، مرة اثنين منيح بكفوا، بس 700 صرفنا كلها الأموال. كم مئات المليارات تنروح العراق؟ بق داد، بق داد. كيس يعني باك داد. قلت له جيب لي بغداد، جيب لي كيس. قال رح اعطيك بغداد كلها. بس ما بتروح بغداد، ما بتروح العراق ولا هالكره الارضيه، التراب بيروح. هيدا بدها تروح خلص. العلم قال اليوم الكره الارضيه ما بتطول. وين بننتقل؟ بنروح على برزخ ثاني حسب اعمالنا. وقت اللي طلعوا شافوا مين اجى على هالقمر؟ قالوا له واحد تحت عمل هيك وشق القمر. صرفتوا هالمليارات وهالاموال وماتت هالناس وكلها، وطلعت انت السعودي يا حبيبي بحبك انت ومرتك يعني، وانه هونيك وين القبله تتصلي، دفعت هالملايين تطلع انت ولو يا فيصل. هلا كلنا مفصولين، مين موصول مع الله؟ ما شفنا الا المظاهر، شوف الظاهر. محمد اعمل هون هيك، ما بده يشق بالاصبع، بالنوايا بيعملها، بس لانه نحن كرمالنا حطوا مي، قال المسيح، وحط ايده تحولت الى خمره مثل مية زمزم. ان ترى الله الالوهيه في كل شيء، ما بدك تكريم. وقت اللي الله قال لي خلقت الخلق لاعرف، خلص هو اللي كرمني، اكرم من كل كريم وارحم من كل رحيم. ما بدي حدا، بس انا ضعيفه، بدي صديق، بدي جميعا، ما بقدر اعيش وحدي. جار هيك جار. وين في حد إيجار بعد هيك أهل ضيعة؟ ميل هلا على المول نشرب قهوة سوا. هلا ما بقى في قهوة، ما في بن، كله بيعطوه للذئب للحيوانات، كل شيء مشفر صار خلص. صارت الكذبة هي الطبيعية وهي الطبيعة. في حل؟ عقل وتوكل. هلا في كبسة زر يلي هي إنترنت كمبيوتر اللي بدكم إياها، وأنا هلا عم بتعلم سكايب، عم بتعلمني سكايب بالبيت، وانه كيف بدي اقدر
حتى الكل عم بيعملوا سكايب بتدفع 10,000 دولار تتعمل لك سكايب ويدك تدفع 5 دولار 1,000 دولار عشان راح أعملها صدقة، زرعوا شجرة زرعوا هيك بس تشوف وجهكم وأحكي معكم. وأنا من الإيميل بعرف، مش ضروري الوجه واسمع صوتكم أو شيء. في نوايا اللي بدك إياه بتشوفه، مثل ما عملها البايو إنرجي مياتك. أنا عشت معه، الله أكرمني وفرجيني كتير إشارات وحطني مع ناس عندهم كل هالعلم من ابن 4 سنين. شفتوا اللي عمره هلأ بيطلع شي شهرين صار. قال أنا عايش 120 سنة معكم حسب حساب الأرض وهيك، وهيك رح أعمل تحتي لي خفف من هالدمار. المسيح هيك هو بالمهد. فإذا من إلا للقديسة رفقة، أنت أكثر من قديسة وأنت رفيقة حياتنا، وهيك نورتي هالدنيا، وهيك في مطرح استنارت امرأة ببوسطن وحتى بوسطن اسمها سلام، المنطقة دار سلام، وأمروا كلهم أنهم يقتلوها، صاروا يقتلوا كل طفلة كل بنت وبأمر من رجال الدين، لأن عندنا جهل. صار النوية تشفي، تحط إيدي على الشاشة تكون يابسة هلا إيمانك شفيكي، هالطاقة فينا كلنا، بس ما بينطقوا يا أختي، ما بينطقوا نهار الأحد الأولاد بالبيت، بيروحوا كلهم مع الخادمة، التنين على المستشفى كلهم، نهار التنين المستشفيات بيبقى فيها زحمة زحمة، لأن سبت وأحد الأولاد فالتين مع الخدم وهيك والسواقين. فإذا منكرم كل هالتكريم وهالكرامات اللي فينا كلنا وبنقرا. احفظ القواعد السبع للسعادة، لا تكره أحداً مهما أخطأ في حقه، لا تقلق أبداً، وأكثر من الدعاء، عش ببساطة مهما على شأنك، توقع خيراً مهما كثر البلاء، وأحسن الظن بربك، أعطي كثير ولو حرم، ابتسم لو القلب يقطر دماً، لا تقطع دعائك لأخيك بظهر الغيب. هلأ نحن منقولهم بس لساننا لا يتعدى اللسان والأبان. بدي مش مريم عم بتقوله، بدي الكون والوجود عم بيقوله من خلال مريم. والفيلم موجود، حضروا ميتينج وذ ريماركبل مان، بيت السلام، بيت الحق، بيت شو من سير، بيت الله. محمد كيلاني بيت الله في كل المعرفة. وإذا بدك المعلومات روح لعند الأموات، بس تشوف الأموات ترجع تتذكر الأحياء، وروح لعند المستطيل الأمويت قبل ما تجوا لعندي تتشوفوا الفرق. هيك بتصرفوا مصرياتكم الحلال والحرام، ما بقى في حلال كله حرام. قال أحد الصالحين: اجتنب 7 خصال يستريح جسمك وقلبك ويسلم لك عرضك ودينك. لا تحزن على ما فاتك، وما تحمل هم مش همك وبعد ما نزل. ما تلوم الناس على ما فيك، إنه يا الله ما فيني يكون عنده هيك مثل سيارة ومدري شو هيك وهيك، ما فيني يكون مثله. لا تطلب الجزاء ما لم تفعل، ولا تنظر بشهوة ما لم تملك. لا تغضب على من لم يضره غضبك، ولا تمدح من لم يعلم عن نفسه خلاف لذلك. أنا هيك بالفصحى ما بعرفه، ولكن خلص اللي راح راح، شو بدي أحزن عليه؟ كان مبارح شي هالحزن اللي هلأ إيه؟ لا ايه او لا، لا ما كان. فاذا هيدا هلا بده يروح، ما تحمل هم بعد ما اجا، انت عم بتجيبه. بدي احمل صليبي وصليبك؟ لا بدي صليبي ولا صليبك، لا بدي اقوالهم ولا افعالهم، خلصنا. انا اللي بقلبي بستفتي قلبي بشوف انا كيف بفكر، انا بعمل هيك اللي بعمله معي. استفتي قلبك ولا افتك. ما تلوم الناس انه يعني هو عنده سيارة، لا شو هالسيارة مالنا منيحة لا تحسده، لا تغار، لا تتنافس. نعم ليش ما عطيتني؟ قال له ما تطلب الجزاء، يعني شو عملت؟ ما قال له روح اشتغله، ليه بس اشتغل طلع مصاري؟ راح لقى في واحد معاق كل يوم بيروح هالشاب وبيخذ له أكل. إيه قال إذا المعاق إجا مين يخدمه؟ أنا بدي أقعد اشتغل. أول يوم ما اشتغل ما إجي أكل، ثاني يوم شو سمعت؟ قال له لا تقلد المعاق،
قلد اللي عم بيجيب له اكل. رح اشتغل. بيشوفوني على الطريق الناس، والله بعدك نشطة وقوية وهيك. بقول لها مش شو بدي اشحن؟ ما تشحدوا حدا. جسمي عمره 80. انا ما بعرف جسمي 80 على الهجري على مش عرفني قديش عمرك انا ولا جسمي. الجسد في ساجد كون معه من العابدين والسالكين. جسمي بحترمه، ما بعمل له ميك اب، بعمل له ويك اب. تعم تغضب على واحد، ما غضب عليك، ليش عم تغضب عليه؟ هلا اوباما شخصيا خايف كثير انه عم بيصير قتل بلا سبب، وهالكتاب انا اعطيته اياه تيشوف ليش عم بيصير في هيك دمار بالعالم. بلا سبب يبقى قاعد واحد ثاني بيقتله، ليش قتلته؟ هيك بنشهر. حاول واحد كثير هون بلبنان يقتلني انه بينشهر. وكان بيجي لعندي على البيت اكل شارب نايم يعني. قلت له خبرني واحد انك بدك تعمل هيك. قال لي هيك فكرت لانه بدي انشهر. هلا بيمشي ومعه كلب، لانه اللي ما بيمشي معه كلب ما بيكون من الشباب، ما بيكون على الموضه. الكلب صار معه انترنت وما ادري شو بيلعب هيك. قصه صغيره، في زمن النبي سليمان عليه السلام جاء طير الى بركه ليشرب الماء، ولكنه شاهد اطفال جنب البركه. انتظر حتى غادر الأطفال وابتعدوا عن البركة، وبالصدفة إجا رجل عنده لحية، فقال الطير في نفسه هذا الرجل وقور ولا يمكن أن يؤذيني، فنزل إلى البركة ليشرب الماء. رمى الرجل الطير بحجر فإله عينه للطير، فذهب إلى سليمان شاكيا. استدعى سليمان الرجل وأصدر حكمه فإله عينه، ولكن الطير اعترض وقال لسليمان إن عين الرجل لم تؤذيني بل اللحية التي خدعتني، لذا أطلب بقص لحيته عقوبة حتى لا يخدع بها غيري. يا حبيب قلبي، مش كل واحد عنده لحية صار فيلسوف فلسسوف. انتبه، المرأة اللي بلحية مثل الرجال بلا لحية. يعني حلوة هالنكتة تتشوفوا إنه ما تصدقوا كل واحد قاعد وعم بيعمل خطاب وهيك عم بيعمل وعظة وهيك بتروا شو عم بيقول. اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. لا بدي أقوالهم ولا أفعالهم، استفتي قلبك ولو أفتوك. بسببنا عم بيغلطوا كل رجال الدين اللي عم بيغلطوا كتار، لأنه قلنا لهم كبت لازم تكون بتول. يا خي كيف لازم تكون بتول؟ ما المعلمة عم تسألهم للتلاميذ شو بتقولوا هيك ولاد صغار، بس بدكم تروحوا على التواليت. قال انا بحب روح اعمل روح شين خير. قالت له لا، This is not fair، ما فيها ادب هي. شو بتقول؟ قال لها بقول انه انا يعني محشور بدي اروح لهونيك. قالت له لا، كمان منا مهذبه، قولوا كلمة مهذبة تكون. طيب رايح على الحمام، لا كلمة حمام دبليو سي كمان مش مهذبة، لازم تقولوا كلمة مهذبة. المعلمة عم بتعلمهم التهذيب. في واحد هيك مهضوم شوي، كل ما يرفع ايده ما تترد عليه، بتعرفوا انه مهضوم على أنا. بعدين لقيت شيء، قلت شو بدي اعمل؟ جوني قوم شو بدك تقول؟ هلا شو؟ بقول لهم انه انا هلا رايح سلم على صاحبي وهز له ايده، وبعدين الساعة 4 بعد ما نخلص من المدرسة رح أعرفك عليه ورح تحبيه كثير. غطى قلبها المعلمة. ما فيك إليهم هالولاد المهضومين الأذكياء. في طرق كثير حلوة حتى تقوليها. قال تيتا نحن منين جينا؟ من الملفوفة. قال له خبرها أو بتطلع حمارة. قال له اترك حمارة. خلصنا. كنا من الملفوفة. من اليوم الأولاد الملفوفة واللفوفة يعني صاروا بيفهموا أكثر منا، ما بقى فيكم اليوم. الوقت يقول اتبعني وانسى كل شيء، المال يقول اربحني وانسى كل شيء، المستقبل يقول صارع من أجلي. بمون عليك وفبتن وانسى كل شيء، المستقبل هيك بيقول صارع من أجلي وانسى كل شيء، بينما رب العزة يقول فقط تذكرني وسأعطيك كل شيء.
فاهمة الذكر، مش هاي الذكر. مون عليك نازك الحريري، بعرف ما بتسترجي تحطيني، بس اعرفي هالمرة شو الإشارة اللي عطيتك إياها؟ كرمال ابنك. بتخاف مني فوت على المستقبل واحكي أنا هوني ولا التقينا إنه نقدر نعمل شيء بالمستقبل تنين جينا من أمريكا، صرت مع المشاهير كلك ميك أب وهيك، فعلي علوش تبمون عليك، اتركن هون هالبرامج المنحطة، بويس، اصطلع قدمي. يعني أنا ما عندي تلفزيون، ما بعرف أفتح هيك إلا الحضرة الصبح أو أحضر على الإنترنت، بس بنزل عند جارتي يعطوني هيدي مدري شو بيقولوا لها، بصير بفقس 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 بفقس. ما في رجال نايمة حد ومرته وقاعدة هيك، وبعدين صار يبارحش قالت بلش. لقيتها. فيفقس فيها مدري شو بيقولوا لها. فإذا اليوم كلنا عم نشوف هالقرف، كلمة تفه تكريم، بس من بعد هالقرف رح يجي الغرف، رح تغرف من ملكوتك الداخلي. بيقولوا العلماء رح يبقى 10% من الناس بفرجوك وين بيروحوا، كل الجزر بتنام ما بتقوم. بأمريكا هلا مطرح هالقد قليل كتير. احضروا A Diet for a New America وبيومين باسكن روبنز قال له كان يصرف 600 دولار بالساعة، صرف أول سنة 600 دولار اشترى بزر، وهلأ ما بيعرف الميل هو وولاده وأحفاده، عم بيشتغل طي نظف مياه الكرة الأرضية. ونحن هيك بجماعة بدي أعيش، ما في ميل. شو كان في قبل الميل؟ كان في ورق شجر، اللي معه الحق ما بده ورق. هاي كلمة قال لي إياها موسى الصدر بدون أي لقب، موسى المسيح. كان معي ورقة هيك فاضي ما مكتوب عليها شيء وعم بقرأ، صرخ مريم اللي معه حق ما بده ورق فاضي يا شيخ، وحكيت من قلبي. كنت هيك عملت حفلة بحارة حريك وإجا موسى الصدر يقول لي منيح للزوج اللي منا معي، ما خليت حيطان ما كتبت عليهم كلمات، وحتى موسى الصدر يقول هيك قال منيح للزوج اللي منا هون، ما حدا ما عشقه، كلنا شفناه مسيح. صار عنا عشق لها الحق، هيك طوق وعشق. حكمة مبهرة، مخلوقون من نطفة، أصلنا من الطين، أرقى ثيابنا من دودة، أشهى طعامنا من حشرة، مرقدنا حفرة تحت الأرض، لماذا التكبر؟ لشو الاستكبار؟ تعالوا نحط استغفار من قلبنا، مش ما بدي اياهم هون. هيك استغفر انت باي شيء يعني بتقوله، بلا ما تقول، بلا ما تحكي. اذا ما في غلطه ما بنتعلم من غلطاتي وغلطاتك. الخطيه خطوه، بس انا ما عندي وقت اتعلم بس من غلطاتي، بدي اتعلم من غلطاتي ومن غلطاتكم، كل يوم بنغلط غلطه جديده. أجمل ما قرأت في حياتي موسى عليه السلام عندما دفن أخاه هارون عليه السلام، تذكر مفارقته، تذكر ظلمة القبر، بكي. فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى، لو أذنت لأهل القبور أن يخبروك بلطفي بهم لأخبروك، يا موسى لم أنساهم على ظاهر الأرض أحياء مرزوقين، أفأنساهم في باطن الأرض مقبورين؟ كيف بدو ينسين أرض الله؟ ما على طول نحن بإيدي عم بقلبنا، لحو أقرب إلي من حبل الوريد قاعد بقلبي، ما بينسيني أنا وبالجسد وأنا وبالتراب وبالطين. يا موسى، إذا مات العبد لم أنظر إلى كثرة معاصيه ولكن أنظر إلى قلة حيلته، ما رحمك يا الله، رحمتك وسعت كل شيء. أنا دعاء الطائف ساكن بقلبي، لأن أوشو شرحه غير شرح، وأيوب كمان. يا حبيب قلبي شو هالرحمة، ما تخلي دمي يغضب على الأرض، بركي زرعوا أخوتي وما طلع لهم زرع، مين أخوتي اللي عم نرجمه؟ وبس عرفنا أنه بدي يترك أستودعكم الله صرنا كلنا نبكي، ولك ما هلأ كنا عم نرجمه وبعدنا عم نرجمه بكل يوم وبكل لحظة.
إن شاء الله هالرجمة يكون فيها نعم يقظة. وني هالرحمة يا أخوتي وين بدنا نشوفها؟ رح فرجيكم صورة بحبها كتير ورح حطها كتير مش اليوم بس. هيدي هالصورة، هيدا بيشتغل بجنينة الحيوانات، صار معه مرض وعم بيموت، وقال لهم أنا بحب موت بجنينة اللي بيشتغل فيها لأنه بيحبهم لهالحيوانات طعميهم. تعلموا إنه الحيوانات عم تاكل أكل مصنع وهو كمان، مشان هيك مريض. وهلأ الحيوانات هي فالتة، ونحن بس نروح على جنينة الحيوانات بأمريكا نحن منكون بالترين وهني فالتين، والأكل ما عليه رش ودش وهش وغش. انتبه هلأ جاري بيرش، صرت أنا سكند سموكر، بس برا عم بيعرفوا ما شفتوا كيف بالنمل بيطلبوا من الطيارات. تخيلكم هون في أطفال، هون في مشفى، هون في قبائل. انتوا جايين على لبنان، اذا بتجوا من الشمال بتشوفوا في قبائل بين لبنان وسوريا، بحب انا اروح اعيش معهم. بعدهم على الفطره، ما بدهم كهرباء وما بدهم هيك وما بدهم هيك. بين كل بلد وبلد بامريكا، بين كل ولايه وولايه اسمها نو مانز لاند. لما نجيت على لبنان قلت لهم بدي انا اشوف وين النو مانز لاند. وقتها تعرفت على غازي كنعان، قال لي يا امي بعدها موجوده بسوريا وبسوريا، بس هون أخذها رفيق الحريري وهون عصام فارس، وأنا بطلب منك سعد الحريري ترك أرض هون وعصام فارس، رحنا سوا أنا وياك بطيارتك مع الياس سركيس، بطلب منك إنك تقدم بيت ببينه، وبتجي الست لعندها ومستنيرة وبتعيش ببينه هي طفلين معها. هونيك بتعيش مع الأمهات والأطفال وبتشيل المرض مش بس من بينه، من كل حد بينه. قدم بيت، ما بدي اقول لك ارض ولا شيء، بيت. في بيوت كتير فاضيه ببينه ما فيها حدا، مسكره، افتح. وهونيك عندك ماهر صغير، ما بعرف قديش رح يطول ماهر، عايش هو والحيوانات، ما بيذبحهم ما بيأذيهم، بياكل منهم. اطيب جبنه اكلتها عنده، خبزه وجبنه ما بيعجبني، خبزه وزيتون احلى ما يكون، هيك كنا بضيعتنا. بس هلا الجبنه اللي عنده ما فيها اذى، ما فيها الم. اولاده ما بيروحوا على المدرسه، هوم سكولينج، بيرسموا بيحبوا كذا لغه، بيعيشوا مع الحيه وبيعيشوا مع السعدين وبيعيشوا مع كل الحيوانات. واهله كانوا انه هذا فقير، لشو هيك بهلي مريض ابننا؟ هلا شافوا لا، انه نحن الفقراء، عندنا بيت وعندنا قصر. شاف إشارة من هو طفل ماهر صغير، قال لي بدي بقول لك هون شفت الإشارة، وسافر وهيك. أنا وقت رحت أتعرف عليه سلمت على شباب، وين هو ماهر؟ شاب صغير، كيف اختبر وشف وعمل ميل ورا عروسية هون؟ قال لي بترك كل شيء ورجع، بدي أعيش هالإشارة، هالبشارة. بينه بصغير هو بمنطقة اسمها بينه بعكار، روحوا على عكار. هونيك العوكرة بتعكر وبتشوف انه الانسان ما اجى تيعمر حفاة عراتنا تطاول في البنيان اطول. هلا خزوق عنا بالاشرفية، يعني بيني وبينه شي دقيقتين ثلاثة مشي، شي نهار تعمل هيك بتطب علينا كلنا. الله بيرحمنا حسب أعمالنا، هون العدل. مريم وين منروح بس الموت؟ سأل حالك قبل ما تنام، شو عملت اليوم لمريم، لأمي الأرض، لأخرتي؟ شو الصدقة الجارية اللي تركتها؟ بكفي هالحضرة، بدي تقبضي كم مليون دولار من هيك؟ قد ما أدفع قليل. الوحيد اللي أعطاني حرية هالتلفزيون، التلفزيونات كلها بدها تسكر، ما رح فيها تدفع معاشات، بس خلص لأنه عم تفتح هيك آيباد، آيباد. قد ما فيكم بوسائل الإعلام
بتقبضوا ما بتقبضوا ما بعرف، بس حطوا حضرة من هالنوع، حطوا هالعلم، جربوا إنه نقول بطلبها منك بيير الظاهر، ما تموت وفيك هالذنب. أنت قلت له لغازي كنعان أنا وصيمون الأسمر بخدمة مريم نور، شو عملت؟ هو ساعدها، قال لي يا أمي لا تخافي رح تكوني بأحلى تلفزيونات. وقبل ما نحرني بثلاث أيام فلفلة قال لي يا أمي رح يكون عندك تلفزيون لأليك اللي بدك إياه. هو عنده بيت حلو كتير قبل هالبحر، قلت له ما بدي، أنا عندي بيت أكثر من أكبر مني. وعضيته صدق إلى مؤسسة إنسانية، ما بقى تصدقوا في مؤسسات إنسانية، ما في إنسان عنده إنسانية. لو في إنسان عنده إنسانية ما وصلنا لهون. في أفراد بالخفر موجودين كتير قليل، إن الكرامة قليلة.